السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير متابعينا في كل مكان. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيتو وان بيس الخاص بانمي وان بيس. اتمنى انكم تستمتعوا معنا يا جماعه الخير. قبل ان نبدا اول شيء لا تنسونا من اللايك والاشتراك يا جماعه الخير. قربنا من 900,000 خلونا نوصلها في اسرع وقت ممكن. همتكم معنا يا اخوان وشدتكم معنا لها مهمه جدا جدا. كثير يطالب بفيتو من الاستديو، سوينا لكم فيتو من الاستديو وكود الله محمد يكون نعامي معنا لكن تعبان يعد تذر منكم، وباقي شباب ايضا خارج الاستديو ما هم موجودين، فالجود بالموجود ويشو بمن حضر دائما وابدا. لذلك خلونا نبدا. السؤال الأول عندك إبراهيم، يقول من أخونا الغالي محمد الزورو، أعطيني يا أخوي، بما أن أحجار البونغليفية التي تتكلم عن التاريخ والقرن الفارغ والأسلحة الأسطورية، فكيف علماء أوهارا توصلوا إلى كل هذه المعلومات وهم لم يكن لديهم سوى بونغليف واحد فقط؟ علام علماء هذا بدايته، علماء أوهارا قروا في الكتب والتاريخ كلها، بمعنى انه خلال السنوات هذه الماضيه كلها اي واحد قرا من البوغليف معلومه وسجلها في كتاب، سجلها في دفتر، سجلها في جدار، هم قاعدين يبحثون عنها ويدرون عنها ويقرونها يمين ويسار وما الى ذلك. علماء من عند اوهارا وغير اوهارا اجتمعوا فيهم وشافوهم وقابلوهم، وشفنا في الحلقات الاخيره ون بيس كيف ان الدكتور فيون قاعد يتكلم عن كلوفر ان احد العلماء وان احد اصدقائه وما الى ذلك. فهذه الشغلات دائما تصير بين العلماء انهم يجتمعون يسولفون ابحاثهم مع بعض، فطبيعي يعرف مو كامل التاريخ لكن جزء مهم من التاريخ والمهمش بالتاريخ، واللي تحاول الحكومة العالم قاسية اخفاء هذا التاريخ. الله الله تمام. كيف تقولنا كلوبر رايح يفر على الفرة ويدور كتب وجمع؟ مو كلوبر على ما على مر التاريخ، بس هو قاعد يفر 60 سنة اصلا. اوكي واحد منهم فقط، هو واحد منهم فقط. إيه بس من جمع المعلومات الكتب الثانية هم قرروا، بس هو واحد منهم بالاساس. طيب انت الحين بس سؤال لكم قبل نكمل الحلقة. طيب دام انك طويل وذاك طويل جالسوا جنب بعض، خلتوا انا يا اخوي صار جنب بعض ليش؟ لا نواصل كفة يعني عشان سبيل الله. الله الله ان شاء الله عليك. واحد لقط ارسال والثاني وزن مركبه. اوكي منطقي. طيب السؤال هذا انا ما ادري اذا انقال من قبل ولا اخوف، اذا شفته انقال قل لي. اوكي تفضل. السؤال اللي بعد عندك يا ابو سالم يقول سؤال موجه من سامي الشهابي، اتمنى تقدر تسمع. نعم والله والنعم. موجه ابو نعم نعم شو. اوكي سوري، موجه ماجد العامر. يقول ما ادري اذا تكون نظريه او سؤال، اتمنى انكم تفهموا اللي بقول. اتوقع على كلام فيجا بانك ان فاكهه لوفي هي المقاتل التحرير ويرسم الضحك في وجه الناس، وان الفاكهه هي عباره عن رغبات الناس والقوى اللي يبغوها. طيب اذا كان سيزر ما صنع فاكهه المثاليه واللي زي اسمايل زي ما قال فيجا بانك، فاعتقد ان فاكهه اسمايل جزء من ضحكه فاكهه لوفي اللي هي الجير 5 لما يضحك، الجير 5 لما يبدا يضحك بدون توقف. هل هو نفس الشيء اكل فاكهه اسمايل؟ هل تتفقون معي ام لا؟ سؤال عندك بس موجه لي، فانا بجاوب بقول لا ما هو نفس الشيء. فاكهه اسمايل هذا عيب فيها انك خليك تضحك بدون ده، بينما لوفي شفناه حتى في لقطات كان يسكت عن الضحك، لقطات جاد فيها، لقطات غاضب فيها، لقطات يضحك فيها بضحكة اللي هو حماس القتال، ولقطات يضحك فيها ضحك الجنون. فهي فعلا ميزة في الفاكهة انه يضحك لما يشغل الجير الخامس، بينما حقي فاكهة سمايل خربانة على طول يضحكون على طول، ولا يقدر حتى يبكي ولا يقدر يصرخ ولا يقدر يسوي شيء. سؤال عندك عند طلحي. أيه. طيب بتكلم انا عن الفاكهه بشكل عام. تكلم الدكتور فيجا مانكو قال ان هذا اساسا يوم شاف تحول لوفي الاخير، ان هذا اللي هو نيكا اللي هو الاله، اله الحريه بشكل عام، انه ممكن فاكهه لوفي هي تجسد لك الغضب الضحك. يعني شفنا في حالات كثيره كيف كان لوفي يتحول لك بانماط كثيره، كيف تخيلاته مبنيه على شكل معين او على حدث معين او على او تصور. فانت لو تفق يعني لو شفنا في الحلقه الاخيره كيف انه قدر يعني يتحول لك او يغير شكله من الابيض الى الاحمر لحظه ما كان قاضب. وتتكلم عن تجربه سيزر كانت تجربه فاشله، نفس كلام الدكتور فيجا بانك لما كان يحاول يغلد فاكهه اللي هو مومونوسكي قال ان هذه التجربه فاشله بحكم لونها بس. فما لا يعني هنا اي صله، اي ما في صله، ما في اي صله بين الفواكه. فهي اساسا هذا كانت تجربه فاشله، بينما هذا مبنيه على كيف انك انت تحرر قوة الفاكهة اللي موجودة عندك. طيب يعود السؤال لك يا ابو سالم بعد الباص من اخونا الغالي جارلت اوف ريفيا. نور. طيب السؤال يقول اذكر ثلاث تدخلات لاعضاء طاقم قبعة القش. الاول او المركز الثالث تدخل سانجي يوم يجيب دفلامينجو، ما لا زورو ولا حتى لو موجود في السفينة ولا اسب. يوم يفزع الطاقم في السفينة. ايوه جنب بعيد طاع يوقف. تدخل اول. الدخل الثاني بقول لك حق شو اسمه، حق سعد عبد الشطار الجيم. ايوه
اوه قاعد يغشش يا صدق. ايه تدخل زورو ثير بارك يوم قدام اوز كوما قدام كوما صديم صح يعني نخذ كل الام وال يدخل على ذا ويشقه شسون شسون سون شسون شوت على المجد شلون 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 جديد احنا فهمت دوش جديد. اما المركز الاول صراحه صعبه المركز الاول صعبه طبعا قام بدون لوفي صح ايه من دون ايش لوفي فاز عمل الطاقه فاز عمل الطاقه نفسه تدخل اوسب برضه في درس روزا يا ما انغل كل السب الاول شو مش كذا دق فيتو الله عليك كلام منطقي كلام منطقي يا ابو ليش سموه قد اسبه ما سموه لوفي قد ونيكي ما ادري شنو في فرق يا حبيبي غمات الناس فيتو انا بجي وبقول تدخل جنبي طبعا بدون ترتيب جنبي لحظه ما كانوا داخلين على اللي هو جزيره الوحوش لحظه ما كان وقت انضمامه للطاقم هذا تدخل جميل الصراحه برضو تدخل زورو لحظه ما كان يصارع اليونكو يعني هذا تدخل إيه يعني انت تتكلم عن واحد يقول له ابعد يدك عن القائد حقي تيجي انت بنفسك تدخل يا خبير اي نعم هذا التدخل الصراحه اسطوري وبرضه بجي على تدخل جي عن تدخل الثالث اعطيك واحده ما بيطق فيتو عشانها يلا يقول تدخل ريلي لا الطاقه ريلي مش وين كنت بقولها طيب التدخل الثالث راح اجي على بروك لحظه ما كانت البيج مام مهاجمه على السفينه قام لك وضرب لك الغيمه نصفين هذا كان تدخل برضو جميل والله صراحة فاجأني اطلحان مو سهل مثال زورو حلو والله طيب. برافو فاجأتني صراحة حبيبي ما عليك الحين انت جاك السؤال وجاوبت وصكك فيه فالحين السؤال عندي الله طيب السؤال عندي يقول من هيمو 78 ثلاث شخصيات في ارك المارين تبنيت انها تكون في وان وثلاث شخصيات في وان تبنيت انها تكون موجوده في ارك المارين وباس ابراهيم اخوي اوكي ثلاث شخصيات عمتك انا اعطي اخوي ايش فيك يعني أحد. ثلاث شخصيات في وانو لا ثلاث شخصيات في ارك المارين تتمنيت انها كانت موجوده في ارك وان والعكس صحيح ميهوك ابي اخذ من هنا ودي هنا وانو حلو ممتاز برافو ارك ساموراي وزي كذا وما الى ذلك اوكيجي الله 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 واذا في ثالث اكاينو خل الدنيا خل الدنيا تولع والعكس العكس اكيد البيج مام كايدو باخذ اثنين من هنا ودي هنا لابد منهن خربت حرب الماري فورد نعفت الموزي كلها عادي خل ثلاث انا ابي الدنيا تخرب يا ولد والثالث نجيب من ذكريات عادي لا اركوان يا حبيبي أركوان جات في ذكريات أودن أخص أنا بس ما في أحد زياد بأخذ كينج والله كينج فيتو هلا لا 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 هذا مجهز الفيتو خالص أول واحد لازم تبديه المارين فورد لازم يكون كايدو هذا ما اختلف ثاني واحد لازم كينج الناب حق دعاة الخير الله 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 أوكي ناب حق يعني دعاة الخير لازم الثالث واحد اسمه ذاك الدب اللي معاهم متين كوين برضه ود معاهم زوم 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 حرفيا لأن هناك في المارين فورد بتقوم معركة لا صارت ولا استوت من رأي الشخص يعني صراحة بنشوف منهم فيلق الوحوش هذا اللي كان مجمعهم تحته يعني كينج أظن كينج وزور وميهوك ذا في جهة مع واحد اثنين من يونيكو وكايد وقارب ومدمنه جهة من يونيكو وفي النص بوكس قايمدي ومعمنه يعني ما في مارين فورد حرفيا إذا ما يصير هناك كذا نهر بنص البحر من حق أما من مارين فورد نوديهم يسمونه وانو أكيد زورو الله ها عفوا موجود في وانو اسف ميهوك قصدك قصدي دراكو له ميهوك عفوا ناس حق اوكي اوكي احب زار يا عيال بخير زين دراكو له ميهوك الاول صراحه لازم يكون هناك الثاني اذا فعلا ابي واحد يبرد خاطره يروح ويجي نعم يروح ويجي ويمسك لك اورتشي بالنيابه عن اودن ويد من جد جده هذه خذ لك لايك هذه والله يقول هو هيت ماي اونيتشن تعال انت بيك امس انزل لي تعال يقول له نيس اندايو هيجي تشان دي فتعرف اودن تشان هيجي تشان طيب الثالث الثالث والاخير يمكن تكون شوي صدمه لكم ودي معاهم باقي والله العظيم اجل المركز الكوميدي يعني والله ايوه كوميدي بس اوكي اوكي والله انك اقلعت لي الصديق انه اقلعني والله العظيم كنت متوقع انه بيهبط لانه باقي بعد اخوي اودن بس يلا ما عليه ما بدا هبده جميله الصدق انك صدمتني طيب السؤال اللي بعده عندي انا يعود لي بعد الباس
ونعطي باص ثاني لابو سالم مسكين هو سوى باص مصعب نعوضه يعني ابيضوج ما قصرت. يقول لك هل سيتاثر لوفي لو اطلق عليك كايروسكي وهو في طور الجوي بوي؟ لا يضعفه نعم قليلا مغللا بس بيتخيل وقف هذا الحين كايروسكي لا حبيبي بتخيل احنا حلق كذا وسواره في يدي بيكمل فيتو نعم سيتاثر ولان بيقاتل بلاك بيرد اصلا بلاك بيرد بيستخدم عليه بلاك هول اللي كروز كروز اللي نفس تأثير هذا فراح يتأثر وراح لأن هذه نقطة ضعف فكت شيطان راح يلغي طور الجير الخامس ولكن بسرعته وقوة الحالية بيكون سريع فيتو والله ناويها أنا يا حبيبي شوف إذا أنت تتكلم عن قوة فاكهة البلاك بير فعليا البلاك بير شفناه ضد أوياجي قوة فاكهة الزلزال كان في شيء سلبي معك أنا يا ماجد لكن بالضرب اليدوي لكن في يعني أساسا لوفي يعتمد دائما على الضرب اللي ما يكون في دائما استخدامه للفاكهة أوكي تمدد هذا ما يقدر يلقي أساسا فاكهة أنا نظريتي رأي الشخصي بعدك فيتو 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 يا عمي إذا خبص فيتو لا 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 ما خبص حبيبي أنت مخبص آه طيب. أوكي هذا إذا الوايد تبيد البلاك بيرد قدر يلمس لوفي على قولتك انت لوفي يصقع الارض من تحت طاع طيره في الجو يروح يصقع الغيمه من فوق طاع يلزق في الارض تحت فكت لوفي تعتمد على الخيال دام تخيل شيء في راسه بيسويه طرق ورا خشم اللي ما يبي هذا فكت هنالك معركه يا جماعه هنالك رجال لا تخلطون بين الكاروسكي وفاكهه البلاك بيرد فاكهة البلاك بيرد تبطل الفاكهة فقط الكيروسكي يضعف مستخدم الله يضعف مستخدم الله أكبر there is a different في فرق بين الاثنين لازم تحطون فرق بينه أول شيء فلأن الوايت بيرد يوم مسكه اللي هو تيتش وأيضا إيس قدروا يضربون اللي هو تيتش فما فيها مشكلة ما لوفي قدر يستخدم الهاك الملكي طيب أنا اللي ضغط فيتو أوكي آسف تعارض ضغط فيتو فأنا خليك ساكت أفا أفا أوكي نرجع ونقول أن الفاكهة غير الكيروسكي الكيروسكي لو استخدم على لوفي راح يضعفه لكن ما راح يوقفه لأنه شفناه أساسا في السجن كيف أنه هو عليه الكيروسكي كان يقاتل ولسه وحتى بدون الجير فايف لكن حيضعفه اكيد حيضعفه لابد من هذا الشيء وراح يبطل فاكهته تماما بس لوفي راح يقدر يقاتل ايضا سؤال اللي بعده قل قنعه وطرقه على خشم قنعه وطرقه على خشم اخوك صح سؤال اللي بعده عندك يا لا هذا انا سويت له باص سوري عندي رجع لي سؤال اللي بعده يرجع لي انا يقول لك من المنتصر بنزال واحد ضد واحد بدون تدخلات اللحيه البيضاء وقت قوته ايام المارين فورد مش ايام شبابه ولا لوفي حاليا بالايقاف من وجهه نظري ولو انه شاطحه شوي اللحيه البيضاء كان ضعيف جدا وقت المارين فورد بسبب المرض و فلوفي بالايقاف زي ما قدر يجلد كايدو يستطيع هزيمه اللحيه البيضاء والله اتفق نوعا ما رسبكت يمسك الزلزال يقطع عليه اوه أو ما بقى واحد سكر فيتو والله ما ودي الوفي بس عاد معليش يعني لعلها فيتو عاطفي اكثر من كون ما ادري ويمكن حتى منطقي اي دونت نو بس والله ويجي يا جماعه ويجي وهو مصاب وهو منشق وهو ذا دعس على أكاينو ومسح في كرامة الأرض وهو منشق مسك أوكيجو بعثرة في الأرض وهو ذا مسك تيتش وخبز في وجه الأرض وهو مريض والهاكي حقه منتهي وحالته حالته صعبة لكن يمشي يجد ولا يبالي يا أبوي حتى لو لوفي فيتو قاعد تسجل فيتوات ما تخلص يا جماعة يا حبيبي أهدى والعنوان واضح يعني أنت لما تتكلم عن الطور حق لوفي التحول الأخير ضد ويجي أنا بقول لك لوفي انت شفته ضد اللي هو كايدو يعني بقوته لا تقول لي كايدو مصاب ما مصاب صحيح. اصابه واحده وقديمه ولا اثرت فيه شيء والف تحول والف ايقاظ عنده ولا قدر على لوفي الله. وش تبي اكثر من كذا يا ابو خلي وش تبي ما في واضحه يعني واضح وضوح الشمس معليش لا ويجي لكن انا بروح مع كنو جدايز اوفر يعني لوفي قاعد يقول حق البيضاء عصر كنتها طيب قلنا راينا وما نبي سؤال اللي بعده يروح لك يا طليحان اخيرا طلع من عندي سؤال يقول لك لماذا لم يكشف سر عائلة زورو حتى الان ومتى سيتم الكشف عنه بس ماجد الله يسعدك حسبي الله عليك يا اودا حسبي الله عليك وقتك كان في وانو اذا انت بتخرسني بليز بليز اخرسني في وانو بليز احرجني وعطني وقت افضل من وانو انت قد انا اثق فيك يعني اودا ولكن كان افضل وقت هو في وانو فيتو اوكي طبعا. ما اثق فيه زبال حيوان بن كلب استغفر الله انا اسف
معليش سامحوني بس والله العظيم ما في وقت انت من الاهل مو انا عطيتك يعني يا ابن الحلال ما في وقت افضل من وانه انك تتكلم فيه عن تاريخ زورو سيخرزك اودا حتى لو اخرسني ياكل عيش ويسكت ماني بقى الكلمة مو زين انا خلاص ما ابي اخذ اعصابي يا جماعه لكن كان في وان هو الوقت المناسب بعد ما هزموا كايدو راح ود السيف جيب لي تاريخ زورو كله ليش الا تخليه بعدين وما ادري ايش ومن الكلام هذا تمطيط زايد من اودا او انه يبي يخلص شغله او زي كذا حتى لو كان المستقبل بيطلع واحد شبيه لزورو قريبه عمه جده خاله يا اخي ما من يكون عطيها في وانو ايش اللي بيفرق ايش اللي بيضرك طعمه حلو والله عظيم جدا يعني انت احنا قلنا ارك وانو اللي بنعرف طلع زورو حتى ما ندري ايش السيف اللي عنده اول ما طلع ايش فيه ايش في اودا يكشف السيف انا يعني في النهايه ترى احبه يعني ما له داعي تسوي الحركه يعني عرفت من ابوه قالها يا اخي ممتعني يا اخي يا اودا امتعتني كثير اودا كونو باكا بس انا دانو باكا كونو حقيقه باكا راح نسال طيب بعده السؤال اللي بعده يعود لك يا تلهي يقول ترتب الشخصيات التالية من أوكي. الأقل كرها إلى الأكثر ماكس يعني تكرهها أكثر شيء. زين. طبعًا وحط أقبح الشخصيات صراحة حط سبعة. أنا بجيب ثلاثة بس يعني حط توب ثري من الأقل إلى اللي رقم واحد أخس شخصية سين تشارلز اللي من التنين السماوية اللي كان بيختطف الحورية أبو سنسون أبو راعي سنسون أبو سنسون تريبل أبو سنسين أصلاً نين أوريجي شارلوت فلومبي اللي أخت كاتيجوري الحقيرة اللي كانت خدر لوفي بالأوبر فاندر ديكين وسباندم قائد السي بي زير أغا السي بي هم سبعة ما هو كتب أوريجي مرتين يعني هو كتب سبعة طيب ستيل اوه ستيل الناجح ومؤقت وممتاز عيد ثاني دام سؤال سان تشارلز اللي هو الأب ولا الولد لا الولد اللي كان ماسك كومه الولد الحقير المنحط اللي طلق على لوفي بقصة فجأة تريبل اوريتشي اخت كاتيجوري فاندر ديكن سباندم شوف اذا كان على الحقارة بروح حق ذا لا الكره انك تكرهها الكره حتى الولد لا هذا رقم واحد يعني؟ اي هو رقم واحد واحد اقسم بالله كريه ولا طيقه تبغى ما ايه تستني نني صوت حريه صوت حريه صوت حريه مدلل ما يعني شوف يعني انت اوريتشي لما تشوفه سوى خساسه تقول هذا انسان مسكين انظلم من جلال يعني في منبع يعني في على الاقل تتفهم ليش سوى طيب عطنا ثاني طيب بس هذا شخص لا سيء احنا بنسقع بنشوف في جولدن ولا لا طيب الثاني للامانه بروح مع سباندم ايضا لانه صراحه كريه جدا غثيث برضه مدلع كذا ثالث طيب شايف سباندم صح اي ذا قائد السي بي زيرو اي هذا اللي قاعد يقرب ما برد خططنا في روبي عطت طرقات صراحه الثالث بروح مع اوريتشي صراحه اوكي لأنك ما حطيت أوريتشي كنت بصق جولدن أوريتشي يعني لا ليش بحرق جولدن عشان ده ليش الثالث أوريتشي أوريتشي الثالث عشان شغلة واحدة فقط إنه يعني ينتقم إيه هو عنده سبب يخليه كذا إيه شيء الوسخة يعني البقية أسباب تافهة زي وجههم خايف زي وجههم بالنسبة لي أوكي أوكي طيب يا ويلك يا ويلك يا ويلك يعود حق هنا لا الحين يعود لهذا هذا سوى ستيل نلف من جديد اللفة الثانية والأخيرة في هذه الحلقة يقول لك لمن إلى ساتشن. يقول لك السؤال كل الذي نفكات تيجي تلقي تأثير فكات الشيطان فماذا سيحدث لو استخدمها على تشبر؟ على تشبر؟ هاي. بيضل زي ما هو. تلغي فكات الشيطان. بيضل زي ما هو حيوان تنوكي. بيدو بيفقد إنسانيته ما راح يفكر بيرجع حيوان. إيه بيضل تنوكي زي هو طيب إيه بس ما راح تنفي هيئته الصغيرة بيرجع لهيئته الغزال الطبيعي وراح يفقد قدرته على التفكير البشرية وكذا يرجع. وياكل لوفي. ايه بس انه طبعا لازم يتم دماسكه يعني ينزله مضي غزلان. السؤال اللي بعده لك يا ابراهيم يقول لك باستثناء لوفي كايدو واودن عدد لي ثلاث شخصيات شالت رفعت من مستوى ارك وانو. من الشخصيات تستثنيها؟ لوفي اودن كايدو. لوفي اودن كايدو. شوف سهل والله سؤال سهل. والله في كثير بس كاتيجوري في ارك البيج مام. لا وانو. بدون لوفي وكايدو. بدون لوفي وكايدو مين؟ واودن. وأودن اوكي تكفى جواب في كينج صراحه كي. اوكي زورو اوكي ايضا واحد تكفى واحد ثالث ونقول لك اوكي نعديك ولا بنصكك كدش حرامي كدش ينفك شاله طلع كدش حرامي كدش دم يرقص يغني كينج لا يا خسي لا توزن
يا سوي يا ما بقايل يا سوي يا سوي اللي شال الارك شنو على صنك انت والله ما عندك سالفه عطنا انت خلاص دقيقه يا كابتن واحد اثنين ثلاثه فيتو ماركو ماركو يا حظي ماركو لو ما جاء كان الارك راح فيه يا شيخ انا جبت 30 اليوم اللي شال الارك فعلا طبعا باستثناء ثلاث شخصيات اللي حطها يعني فيتو تفضل انا اقول يعني هو اثنين حقينا مع بعض اقول لك راحت اثنين حقك وحقينا انزل روح حرفيا مو بس اسهم مانو اسهم البيج مام ارتفعت في هذاك الارك بعد وين البيج مام عن الموضوع تحس الا هي طلعوا احسها اللي نزلت مستوى الارك والله حرام عليك ما عاد موضوع الغرقه والنسيان انا معك اوكي بس في القتال اسمح لي والله بيج مام اول ما يحس بالحساب ما يعدون حتى يونيكو يونيكو اسم حالة حل فيتو ما عندك يا كابتن ما عندك لا يا عيال واحد طيب جولدن فيتو انا بشخصن الياكزا وين راحوا السم الياكزا وين راحوا اكزا الاكزا معليش وين راحوا ما كان اسمه اكزا كيمون اللي هم بس انا ما همني لقمار اكزا ايه لقمار وين راحوا راح على وين راحوا كلهم دول يعني ما سووا شيء بارك وان ونهائيا نهائيا يعني طيب وعلى كلام دي تسعة طيب وقاعد يقول لك يبي ثلاث شخصيات يا عمي لا تحط لي تسعة كاملين طيب حط واحد من التسعة اوكي تبي واحد من التسعة بس واحد من التسعة زين بروح جايب لي تسعة كامل وحطهم اقول لا تتكلم انا ضارب قوط بروح مع ماركو هذا واحد اوكي حلو وبروح الثاني ويستاهل بجدارة برضو جيمبي اوكي دخوله للارك طف النار حق القلعه صحيح اي نعم اصبر الثالث إيه لا لو انه ما طفى كان طيب. الثالث واللي كان له برضو دور بالنسبه لي ها ها, ها. والله والله لا شك يا ويلي الثالث الارنوبه يا اخو لا قال الاكزا ما ادري الكزايا وفي الاخير ما عنده ولا واحد منهم تسعه سحبان كلهم جولدن 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 بس كنت انا جولدن حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي حقي زمن حقي يا اخي مالك دخل ما تتكلم خليك اسك فيت ولا يحطك انا عرفت شيء انك تحب الارانب اوكي 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 نروح السؤال اللي بعده يا مالك السؤال اللي بعده يقول لك لماذا بس ابو خليل حبيبي عندك يا ابو خليل سؤال يقول لماذا الكاتب في اركوان وخلى زورو وسنجي يقتلون الكوارث كينج وكوين وجيمبي يعني قاتل واحد من تيبي ربو هل اودا يبين لنا جيمبي اقل قوه من زورو وسنجي والله هذا شيء واضح وانا اقولها من زمان هيقل الحياه وتعبت وانا اقولها اسمع فارق القوه هو بعد جولدن فيتو ما تغلط على جنبي انا موجود يا عم وين جاي قوم يا ماجد والله العظيم قل لك الحياه قسما بالله كل اخذ وقته يا عمي هذا تو منظم قاعد يبني لك اياه شو ايش لو طلع لك قوته الفعليه خلاه يجد كوين ولا لو خلاه يجد جاك اساسا بتقول انت اوكي هو اضعف من سنجي وما بيقول لك انه اضعف من سنجي اقول من سنجي اصلا بس الفكره الكاتب قاعد ينزل شوي من قوته ولا كان ترى يبدي حتى يجد كوين كف والله كف وجاك هذا شربت ماي عنده ولكن كان في انتقام عند الكلب الكلب لا اقصد ان الكلب ان يوراشي كان يبي ينتقم من جاك فكان لازم يخلي يوراشي وكينيكو ماموشي يقتلون جاك ينتقمون عشان اللي صار في زو الله الله اي واقوى واحد من التوبي ربو كان هذا الحمار هوزو ف وكان بينهم ماضي بس هذا الموضوع ما في بس اما ان لا والله اضعف لا يا عمي ما الحقائق واضحه قدامنا لكن انت جولدن اخلص ولا كلمه قص عليك موافق على كلامي اسكت ولا تنطق ايه زين طيب وين رحنا انني ساكت ولا ما اقول شيئا ولا ما افعل شيئا الا ان انا اسمع اجابه ماجد اسمع عند بسالم روح اوه حلو حلو السؤال هذا تيك توك والله السؤال هذا شاطح ولكن حلو جو شاطح يقول لك ايش الحاجات اللي يمتلكها باقي الكتاب غير اودا طبعا ودك ان اودا يسوي مثلها على سبيل المثال التنويع بين شخصيه الانمي زي ناروتو او الحبكه تضبيط الحبكه وكذا يعني اوكي بقول اشياء ما عنده هو طبعا التنويع عنده تنويع يعني اذكر شغله شغلتين بس يعني بس شغلتين بس اتمنى يزود شوي في من بين ارك وارك يزود موضوع الكوميديا لان من بعد سنتين الموضوع شفها فيتو كفو يا اخوي كفو فيتو عندك انت اي اخر فيتو انا باقي لي فيتو انا لا ما عندك يا اخوي خلاص انت تعد اللمبات ما عندك ولا شيء انا يا جماعه ابي يكون شجاع شوي لان اودا جبان بكل بساطه وبكل ما تعنيه كلمه معنى عطني شوي مع ان الان مع الارك الجديد فيه شجاعه بس تو بداية الشجاعة لذلك نبي منه يكون شجاع اكثر يقتل شخصيات اكثر شفنا الصقر ما مات من
ثلاث شخصيات اللي عرفناها ماتت في ون بيس، ايس وايت بيرد وياسوي، بس غيره ما حد ذبح. واذا ذا بحط لكم خمس ست شخصيات فوق الالاف في ون بيس ما ماتوا الا ثلاثه واربعه وعاش حتى شخصيات فقط المعروفه. خل عنك جولدن فيتو جماعة الخير جماعة الخير، انا ايد موضوع الخوف، مخوف كاتب خواف، لكن خوف وش ما يطلع كروت، يعني ما فاضي اقعد 30 ارك 20 ارك عشان اشوف تفسير حق الشخصيه الفلانيه منو عائلتها زي زورو. يعني وصلنا ارك وان ما ظهر كروت، طيب وراني ابو سيفين ذاك اللي شبهه، صلى الله بارك، ارجوك لازم يكون عنده مخاطر يوريك رب. خلك شجاع وقول نعم نعم اي، وظهر ان فكت اننا احمر غربي في نيران كذب وبحته هراء كامل يعني. الله الله الله، شيء ثاني كوميديا، هذه ضرب قبل سنتين ابو برهوم ضرب جولدن، قبل سنتين في كوميديا بجد الخير يا اخي، حتى لو في تمطيط فيلر مهما يكون تضحك في شيء مش الحلقه فوكسي لا طلع نضحك حرفيا الحين نضحك الحين ها ها قطات حقين كذا ناس مريض فقد اللمسة ماش صار مادي اكثر حبيبي طيب. طيب. مرحبا حياك. السؤال اللي بعده عندي انا يعني السؤال شوي شاطح بس عجبني صراحه، سؤال شاطح يقول كلنا نعرف اهداف اسب انه يتفوق على ابوه طبعا يبي يصير افضل قناص ومحارب بس يعني من ضمنها يعني، فهل ممكن نشوف اسب يهزم باقي سيريونكو؟ نعم ينتفه نتس يطير خشمه الحمر ذا فوق السماء، نعم ينتفه ويخليه عظة لمن يتعظ، يوريه من هاليونكو من هالقد وسبه حرفيا. جولدن فيتو كفو يا اخوي اجلد رد عليه تحق اسب قبل يا حلال. اوكي انا اقدر اسب ايوه كفو خلاص هذا اهم شيء، لكن مهمته في الفريق هذا قناص فقط لا اكثر اقل. الله عليك، ما هو مطلوب منه يهزم يونكو ولا مطلوب منه يهزم اي احد ثاني. درر يا بخليك درر. قالها لا سنجي من ايام انسلوبي، قال كل واحد في هذا الطاقم له دور معين. الله اكبر، شوف الدور اللي يناسبك وسوه، وهذا شيء اللي كثير من المتابعين للاسف مو فاهمين اسب وش دوره في الطاقم. هو دوره مقناص فقط لا اكثر ولا اقل، مو بدور انه يهزم شخصيات قويه. مقناص ايه. شيء غير القناص عادي، هو يقنص اهدافه يشوف اهداف يشوف ماشي يمشي ويصيب الاهداف ذلك هو القناص. نعم اسب نعم الله اكبر حبيبي، هذا اللي اشوفه عن اسب، بس انه يهزم يونكو ولا شيء قوي والله يبطي عليه. سهل الموضوع قالها لا والله اسم رجال اسم رجال والله يبطي عليه اسم رجال، انا اسف يعني بس الحق يقال يبطي عليه يعني ما انقذ لوفي لو زين. السؤال الاخير عندك يا ابو طليحان يقول اذكر ثلاث مشاهد كانت صادمه في انمي ون بيس بالنسبه لك. طيب ثلاث مشاهد بالنسبه لي صادمه، طيب اول مشهد اللي هو ذكريات الدكتور فيجا بانك مع دراغون، لحظه ما كان كان في صله غرابه بينه وبين دراغون. المشهد الثاني برضو علاقه معليش صله غرابه قصدي مشوا كمل زين. المشهد الثاني اللي برضو كان صدمه هو الحين ناس سابو بتذكر سابو لحظه ما كان موجود في اللي هو المهرجان ولوشيا، برضو كانت جميله وصادمه لحظه كيف انه قدر يستمع مع لوفي الاخ درس روزا درس روزا كانت اللي تدمرت وكم ورد في سافر كذا لحس معك لا 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 درس روزا لحس مخناس زين. في المشهد الثالث اللي هو لحظة ما عرفت روبن ان ساولو كان موجود الله 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 شيء شيء اسطوري وجميل الصراحة هنيك والله يجي منك والله يا ابنك فاجأتني صدق وقعت انا جيبة تسليكية ولكن كويسة الله اكبر لان كنا ما عندنا فيديو عندنا قول بنطق نعترض عليها هو مشكلة في يعني. مشاهد تذكر مشاهد سجلنا ما يعرف الاسماء والشخصيات بس يجيب شيء اللي عليه الكلام في اشياء اقوى من كذا بس ما عليه حلوه ممتازه. طيب يا اخوان خلصنا كذا الفيتو، اتمنى انكم استمتعتوا معنا. السؤال واقتراح لكم بس اذا كنتوا تحبون نزيد الاسلحه الفيتو لان احسها يعني ودي اشارك بس ماني بقادر اشارك ايه خلصت تصير على الاسلحه اذا تبون نزيدها اكتبوا لنا تصير حلقه اطول بعد ممكن عشان نزيد الحلقه ونقدر نضرب اكثر واكثر فالشباب يعني مثلا 2 جولدن 4 فيتو 2 ستي والله بالدلع اخوي كذا يعني عشان واحد يقدر يضرب ويهاوش ويهاوش اي بس صار عددنا كبير والاسلحه ذي نروح فيها كل واحد بيضرب نص يوم كذا وصلنا لهذه الحلقه ان شاء الله نالت على رضاكم واستحسانكم. في الختام قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسون الاشتراك لايك وشير ونشوفكم على خير.